السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. اسمحوا لي في البداية أنوه على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، ومن خلالها بنعرض كل وصفاتنا على مدار الأسبوع اللي بنعملها في البروجرام. كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل، كمان سكرين شوت من المقادير وشكل الطبق النهائي. أما بالنسبة لي أي أسئلة أو استفسارات، أو حضراتكم محتاجين وصفة معينة أو طلبات أو حتى تطبيقات حضراتكم حابين بنعرضها من خلال برنامجنا، بيكون من خلال الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعرب. النهاردة الوصفات بناء على طلب أصدقائنا، حاولنا كل اللي طلبوا مخللات في حلقة خاصة جدا بالمخللات إن شاء الله، يعني هتشوفوها بإذن الله. والحلقة دي يعني إن شاء الله كمان من الحلقات التانية خاصة بالمخللات، ولكن إن شاء الله إحنا جمعناهم كده كلهم في حاجة، في منهم حاجة وصفة أو وصفتين جداد، والوصفتين اللي طلبوا مننا المكدوس البتنجان والطماطم إن شاء الله تبقى موجودة في الحلقة دي. واتمنى يا رب دايما نكون بنلحقكم بسرعة ان احنا ننفذ كل اللي تطلبوه مننا على طول من غير ما نتأخر عليكم. النهاردة هبدأ بوصفة المكدوس. مكدوس من الوصفات الجميلة اللي احنا شخصيا بنحبها، بتعمل برا في بلاد الشام كتير وبيعملوه بشكل جميل وبزيت الزيتون، وليه اختيارات كده جميلة، لكن كمان لازم نحترم الخطوات بتاعته علشان نعمله صح. طيب هنقول مقاديرنا وبعدين نتكلم عن التفاصيل. عندي بتنجان عروس، كوباية عين جمل مفروم، ممكن تزيد على حسب كمية البتنجان، ده لو أنا جايبة مثلا كيلو بتنجان أو 2 كيلو بتنجان. عندي نص كوباية من البابريكا، نص كوباية من الفلفل الأحمر الحار، وتوم مفروم وملح وزيت زيتون. في اختيارين الناس، عشان احنا بس عندنا في مصر بعض الناس ممكن تكون يعني بتتعب من الحر قوي، ما بيحبوش الفلفل الأحمر يكون حار. ممكن نعمل قوي الفلفل الأحمر البارد اللي هو الفلفل الأحمر الرومي أو الفلفل الأحمر القرون، ولكن الباردة برضو، ونقدر نعمل ميكس بين الاثنين ونخلي فكرة الحار قليلة شوية. أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هي سلق البتنجان نفسه. أنا هنا عندي النار، هي مش سخنة قوي، خليني أحطه هنا. عندي هنا النار حاطة فيها مية، وهبدأ أسلق البتنجان. وعشان أبدأ أسلق البتنجان هشيل الجزء ده، ولو عاوزين تسلقوه بيه بس أنا يعني بفضل أن أنا أشيله بإيدي كده، ما بحبش أن أنا أشيله بالسكينة، لأن بعد كده هقطعه بالسكينة ما أجي هخلله، فدي بتحافظ عليه قوي، وعشان البتنجان أولا ما يسودش، وعلشان أحافظ على لونه من جوه. فأنا هسيبها زي ما هي كده، وهبدأ أحطه في المية السخنة زي ما أنا مع حضراتكم كده واحدة واحدة. خلوا بالكم البتنجان ده طبعا من الحاجات اللي اللي فيها نسبه حديد عاليه، فبيغمق الايدين جدا، فالبسوا بقى جلافز ولا حاجه، بس انا حبيت بس اوريكم، وبعدين هلبس جلافز دلوقتي اهو. وهنبدا ناخد دي كده نشيلها كده، بصوا الحته الصغنونه بس اللي فوق دي اهي، وهبدا انزل هنا، ومش هسيبه بقى يطفو على الوش كده. في ناس بتحب تحطه مع البتنجان لما احنا بنعمله في مصر، يعني عشان نحافظ على اللون الارجواني بتاعه ده، او اللون الحلو البتنجاني بتاعه ده، بنعصر عصرة ليمونة أو بنحط ليمونة أو شريحة ليمون لو إحنا حابين مع البتنجان. هنا أنا هنزله وأغطسه، لازم أحط تقل عليه شوية، أنزل البتنجان ده بشكل إنه يبقى غطسان تحت، مش طافي، نصه فوق ونصه تحت عشان أحافظ على اللون. بصوا أنا أهو بالسكينة هنا بقشر كده، باخد الجزئية دي أهي وأسيبها أحافظ عليها وأنزله واللي بعدها. وطبعا يفضل ان احنا ننقي البتنجان يكون صابح وطازه بيلمع، بندوس عليه كده تعمل التكه دي او في ايدينا اهو، هنزله. بعدين هجيب طبق كده او بوله مثلا وليكن، ممكن تبقى كده وممكن تبقى اكبر شويه لو انا عاوزه، او طبق. خليني اخد الطبق ده اللي انا كابسه بيه اوريدي البتنجان، بصوا طبق طبعا نضيف، هحطه كده اهو. انا عايزه اغطسه في الميه زي ما حضراتكم شايفين كده، ليه؟ علشان ياخد نفس درجه اللون ويطلع مظبوط. هسلقه، وبعد ما بسلقه بيطلع كده زي ما احنا شايفينه دلوقتي، اتسلق، بسيبه يهدى، وبعدين اما بيهدى بروح شقه كده في النص من الحته دي، وبعدين اجيب الملح بتاعي كده واعمل كالاتي.
خليني ايه برضو اجيب طبق كده جنبي هنا عشان ايه اوري حضراتكم برضو. الخطوه دي مهمه قوي علشان المكدوس قبل ما ادخل في الايه في المكونات بتاعته والدنيا. هعمل كده وهاخد بطرف ايدي باخد بالملح واحط كده جوه هنا عنده، وبعدين اقفله كده على بعض زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده واحطه كده. المفروض ما يتحطش في طبق، يتحط في مصفى. هوريكم دلوقتي اللي احنا عاملينه علشان الملح يساعد نسبه السوائل اللي جوه الباذنجان دي تنزل. بصوا بقفلهم على بعض كده من الناحيتين دول كده اهو هنا، وهحطه في مصفى. هوري حضراتكم دلوقتي اللي احنا عملناه. وبعدين قبل التخليل الملح ده بيساعد السوائل تنزل بشكل كامل بعد السلق اهو كده فوق بعض بالشكل حضراتكم شايفينه ده. وبعدين هعمل كالاتي، هجيب لحضراتكم المصفى. بسم الله. بصوا كده انا المفروض ان انا هرص دول هنا هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده في المصفى. هشيل بقى ده بسم الله ونحط. وبعدين عليها طبق، والطبق ده لازم يكون طبق غويط او طبق يعني ايه اعرف اقفله كده زي ما حضراتكم شايفين. خلينا بالعكس معلش اهو كده. وبعدين بحط فوقه تقل، اي تقل علشان اكبسه وعشان ينزل الميه بتاعته لمده 12 ساعه على الاقل، مده 12 ساعه. يبقى انا دي اول خطوه في المكدوس، جبت البتنجان اول حاجه حطيته في الحله هنا عشان اسلقه وقطعته زي ما حضراتكم شفتوه، سبت الجزء اللي فيه اللي هو يا دوب شلت العنقود بس القرن ده وسبته كامل ما شلتوش، حطيته في الميه وجبت طبق من ده ورحت كبسه البتنجان كده منزلاه حاجه تقل فوق عشان يغطس البتنجان كله جوه الميه فكله يطلع نفس اللون ونفس السوى ما يبقاش يسودش. يطلع سيبه يهدى، اخده افتح منه جزء اشقه كده بصباعي انزل الملح الناعم، فتحناه وحطيناه بططته على بعض على الناحيتين اللي فتحت منهم الفتحه بالشكل ده. وبعدين حطيتهم هنا بصوا يبقى كده. شايفين البتنجانه عامله ازاي اهو كده شايفين، لمده 12 ساعه. 12 ساعه لما البتنجانه دي كلها تنزل الايه الميه بتاعتها بعد ما بكبسه لمده 12 ساعه. هبدا بقى اعمل له الخطوه الثانيه بتاعته اللي هي فيها الايه ان انا اعمله الكبيس بتاعه او اكبسه جوه البرطمان. برطمان متعقم ازاز يفضل، البلاستيك ما بستخدموش في حياتي كلها وفي عمري الا مره واحده وبرميه، على فكره ما بستخدموش اكتر من مره ده لو اضطريته، لكن الازاز دايما امان ودايما انواع كويسه بشتريه مره واحده لكن بيفضل عندي. باخده اعقمه بحطه في حله تغمرهم الميه بالغطيان بتاعتهم، اول من بعد الغليان 40 دقيقه لحد ما اطلعه اقلبه كده يعني انا افضي الميه اللي فيه واحطه على فوطه مطبخ او ورق مناديل جاف لحد ما يجف تماما ما فيش فيه نقطه ميه. خلوا بالكم نقطه الميه دي تفسد البرطمان، تفسد المربى، تفسد المخلل، تعمل لكم الريم الابيض، حاجات كتير قوي. فانا هاخد البرطمان كده وده هنا، وبعدين هبدا اعمل الايه الوصفه. يبقى انا اول خطوه عملنا دي خلاص وسلقناه وطلعناه، وبعد ما طلعناه فتحنا منه حته حطينا فيه الملح زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، وبعدين كبسته كده فوق بعض على الحرفين بتوعه زي ما حضراتكم شايفين كده وحطيته رص فوق بعضه. وبعدين جبت حاجه احط بيها اكبس كده على البتنجان وتقل من معايا وسبته 12 ساعه 12 ساعه بالشكل ده. وبعد كده هبدا اعمل له الايه الخليط. الخليط بتاعه اللي احنا اتفقنا عليه عباره عن عين جمل، عباره عن الفلفل الاحمر الحار، او لو مش عاوزينه حار في ناس كبار في السن ما تقدرش تستحمل الحار او بتتعب منه، او ناس بتتعب في عندها قرحات، في ناس بتتعب من الحار، فخلينا نستخدم الفلفل الرومي. وقال لكم الطريقه دي بيتخزن بيها الفلفل الرومي، بس ليها حاجه قبلها ممكن تعملوها وتخزنوها يقعد معاكم سنه. طيب تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده في الايه في الكبه بتاعتي الاول الفلفل. طيب انا دلوقتي عندي هنا فلفل حار وانا فرماه، هخليه هاخد منه جزء يعني هطعم ما بين الحار ولا مش حار. طب لو هعمل الرومي ده هعمله ازاي؟ هعمله كده، هاخد كده الكاتنج بورد، خليني ايه اجي هنا واشيل بس الطماطم الحلوه دي هنا عشان ابدا اشتغل
مع حضراتكم. هلبس بس جلافز بقى لانه طبعا ايه عايزين نقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البتنجان بصوا طول ما هو مكبوس، بصوا لسه شويه يعني لسه شويه ما لحقش، ولازم افضل كبساه وحاطه فوقه حاجه تقل تغطسه جوه الميه، ما يبقاش طافي على الوش كده. دي من اهم الايه الحاجات. طيب هاخد كده الفلفلايه واخد منديل مغسوله وزي الفل، وهنعمل كالاتي شويه كده. طب انا عايزه اخزن دول، اه ينفع اخزنهم. هاتوا لي برطمان من البلاستيك الجداد بتوعنا هنحطه كده في التلاجة. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده الفلفل كده هنا اهو، ودي كمان معاه خلاص. وبعدين اندمجتوا انتوا مع المكدوس. طيب كده اهو بصوا، وهاخد دي اهو بصوا كده. وبعدين ده برضو من الحاجات اللطيفة جدا اللي ممكن نعمل بيها فكرة، هي فكرة الهريسة، بس ايه الهريسة تتعمل بالفلفل الحار الشطيطة عشان الناس اللي بتحب الحار بدل ما تشتروها من بره. طيب هاخد بقى ده كده هعمله مثلا مفروم كده حاجات، واخد في الكبة بسم الله. هنزل هنا عندي توم، لازم اخد كده كام فص توم. لو هعمل مثلا ايه هعتبر ده كيلو فلفل، هاخد عليه مثلا ايه 4 فصوص توم ولا 5 فصوص توم كبار علشان اضربهم معاه مع الملح، وهيبقى دي التتبيله بتاعه الفلفل اللي انا عايزه اعمله اذا انا مش عايزه استخدم فلفل حار في المكدوس. وده بس احنا بنراعي فيه اصدقائنا وامهاتنا اللي ما بيحبوش الحار او بيتعبوا منه، لكن في ناس طبعا بتحب الحار جدا. اوكي اهو هنا ناخد بقى دول كده ونروح هنا بسم الله. هاخد كام شريحة توم عندي كده من هنا اهم، حوالي 5 فصوص كده توم شقاهم 2 واروح بيهم على الايه الكب اهم خلاص. وهاخد الملح معلقة ملح معلقتين، المفترض ان انا ما اخلطوش بيهم بس ايه كده كده انا لازم اسيبه يتصفى من السوائل اللي فيه، الفلفل ده فيه نسبه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده بصوا بقى بسم الله. طيب كده بصوا بقى هبدا افك كده، انزل بس دول معلش هنا، اخد دوره كمان كده وبعدين نرجع لايه تمام خلاص. تعالوا بقى نفتح كده وناخد الكميه دي. الكميه دي هعمل فيها ايه بقى؟ اول حاجه طبعا المفترض ان هي انا هعمله كده مجروش تخين شويه، لكن طبعا تقدروا تنعموه عن كده. قبل ما احطه هنا هجيب كده الايه انا مسكت مصفى في ايدي يا ولاد، شفتوني حطيتها فين؟ الزهايمر بقى معانا. هسني له حكم يا ابني. بصوا بقى قبل ما احطها هنا هنزل، بصوا في شويه سوائل ازاي في نسبه ميه، يعني انا هنا بصوا في سوائل هنا شايفين الميه دي مش عايزاها، لازم اصفيها. فالاول بروح حاطاه كده الاول هنا، وبعدين بحط عليه كمان معلقتين من الملح واقلبه كده هفترض. وطبعا لازم الثوم ينعم عندك كويس قوي. وبعدين هاخد مصفى وهحطه كده، شايفين السوائل دي مش عايزه احطها اهي اهي، هحطه كده وهسيبه يتصفى كويس جدا. وبعدين هاخده احطه في برطمان بعد ما السوائل دي تتصفى مع حضراتكم اهي، شايفين تنزل خالص
يجف تماما. وطبعا لو عندي بقى المجفف كمان، اذا قدرت انا اشوي البتنجان ده اشوي اسفل الفلفل ده واخليه واستخدمه مشوي، الله على الطعم كمان. يعني اشوه في الفرن او اشوه مسحه زيت زيتون في ورق زبده وبعدين جوه، مش قادره اقول لحضراتكم على الجمال. هسيب ده في جنب هنا اهو كده لما يتصفى كويس قوي. وبعدين تعالوا بقى نعمل الايه، الخلطه بتاعه المكدوس. خلطته جميله جدا وسهله جدا. وخلاص انا كده البتنجان هطلعه قدام حضراتكم علشان ايه استوى، لانه برضو بيطلع سخن وبيبقى ليه نسبه تسويه معايا. بسم الله هعمل كده وهطلع الايه البتنجانات دول في طبق هنا. بسم الله اهو شايفين بقى، محافظه على اللون الشكل. مش هقطع الجزء ده الا لما نعمل ايه، لما نوصل ليه ان احنا نيجي ايه نحطه في البرطمان. في الحاله دي هبدا اعمل ايه، هبدا اقطع الجزء اللي احنا سبناه في الاخر اللي بيحافظ على ان البتنجانه تفضل محافظه على لونها من جوه فاتح. طيب هاجي دلوقتي بقى اجيب البوله دي ونحط كده ايه الخليط اللي احنا عاملين، اللي هو عباره عن ادي الفلفل الحار اللي احنا عملنا بقى، قلنا هناخد كده ميكس ايه حار على بارد، وادي معلقه من الهريسه دي الفلفل اللي هو مجفف ونشف وبس حر قوي الغامق ده. شوفوا الفرق بين الالوان اهو، ده الفرق عشان بس تبقوا عارفين. فانا لو عايزه طعم هطعم. بعدين هاخد كده الثوم، نسبه ثوم حلوه خلاص. وعندي العين الجمل، وطبعا هنحط الملح. بسم الله كده على حسب ما احنا عاوزين الملوحه بتاعته ازاي كده اهو. انا عاملاه تخطوخ شويه بيبان فيه لعين الجمل، في يعني في ناس بتحب ده قوي. وبعدين حط بس معلقتين هنا لاني هقمره بعد كده بالزيت، معلقتين بس زيت زيتون. وبعدين هصب الزيت بقيته كله فين، في البرطمان. طيب هل النسبة كلها بتتحط زيت زيتون بس ولا ممكن نخلطه؟ لا، في ناس وده الأصدقاء الغاليين علينا يعني قالوا لنا احنا بنعمله تلت وتلتين، يا إما بنحط تلتين زيت زيتون وتلت زيت نباتي، يا إما النص والنص زي ما حضراتكم تحبوا. دي حاجة ترجع لكم على حسب إيه اللي موجود في البيت، المهم يبقى نوع كويس. طبعا زيت الزيتون لا يعلى عليه، وإيه وتقدروا تعملوا كمان فيه تاني، تستخدموا الزيت ما بيترميش لو اتبقى في البرطمان وتقدروا تعيدوا تكراره تاني. تعالوا بقى نبدا نحشي كده ايه بتاعنا الحلو، القمر المكدوس الحلو ده. طيب قبل ما احشي تحبوا تطلعوا فاصل؟ طيب هستسمح حضراتكم هحط بس معاكم معلقه واحده بس من الشطه هنا اللي هي ممكن تحل محل الفلفل الحار. شطه حمراء بتاعتنا العاديه بنستخدمها في صوصات الكشري والحاجات الحلوه. وسبت خليط زي ما هو، مش هاجي جنبه ولا اعمل اي حاجه الا لما حضراتكم ترجعوا لي بعد الفاصل نكمل مع بعض نحشي ازاي المكدوس. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بقلبته بس تقليبه عشان الزيت ما يرصبش تحت، وانا ما حطيتش كل كميه الزيت، حطيت شويه بس. وبعدين هبدا بقى اخد كده اللي احنا بططناه او اللي احنا حطيناه وحطينا جواه معلقه يعني بصباعي كده كبسه ملح صغننه بطرف صباعي، وقفلته على بعض كده وسبته 12 ساعه في المصفى فوق وتقل علشان يوصل للمرحله انه يصفي كل الميه اللي فيه. هبدا بقى اخد بصوا الباذنجانايه الحلوه دي ونحشي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين الجمال؟ الله 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 الله. بسم الله نحط هنا وهكذا نحشي الايه الشويه الحلوين بتوعنا دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى عكس بعض عشان ما تيجوا تطلعوه يبقى سهل عليكم تطلعوه. طبعا اي مخلل في الحياه استنوا عشان انا نسيت اقطع الحته دي، استنوا خلوني اقطعها بس الاول عشان ما يتحطش بالعنقود ده. ايوه مش تفكروني كده اهو اهو، لازم نقطع بقى الحته اللي احنا اتفقنا عليها في الاول اللي احنا ما رضناش ايه نقطعها. خليني بس ايه اخد دول كمان احط كده وناخد ده ونقطع الحته اللي فوق دي. الله بسم الله
ايوه اهو بسم الله الله الله. طبعا ده بيتباع بقى في الايه، تدخلوا كده اي ماركت كبير من الهايبرز الكبيره تلاقوا فيه كوانات ناس عامله الايه المكدوس ده بتعرضه، ناس يعني شركات بتعمل المخللات، فتلاقيه بقى عامله باشكال والوان يعني على اعتبار انه ايه، وباسعار بقى مش قادره اقول لحضراتكم يعني اللي هو إيه في الاخر ايه ايه يعني انت التكلفه فيها يعني عين جمل. ماشي احنا عارفين، احنا عارفين انه عين جمل والله، بس يعني مش كده يا جماعه، مش كده مش كده. لو واحد نفسه يجيب حاجه او نفسه كده، بس احنا نعمله في البيت واحنا احلى وانظف واجمل واطعم. وبعدين كل بيت على حسب يعني بيحب العين الجمل ما بيحبوش، ممكن يحط حاجه مكان العين الجمل، يا سهل هيجرى ايه يعني. بس طبعا هو دي الايه الاصلي بتاعتهم، وطبعا تحيه ليهم جميعا لانه وصفاتهم جميله واحنا بنحبها الحقيقه قوي. ونبدا نقطع الجزء ده، انا بقطعه كده وانا بشتغل. بصوا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ونبدا بقى ايه زي ما اتفقنا كميه الزيت عشان ما تبقاش مكلفه لو حضراتكم مش عايزين تحطوا الكميه كلها زيت زيتون. هنعمل ايه؟ هنحط التلت والتلتين، يعني التلت ممكن يبقى زيت نباتي او النص والنص زي ما تحبوا برضو، يعني على حسب حضراتكم تحبوا ايه. معلش انا ايه بعمل كده واقطع الجزء دي بس عشان تبقى مظبوطه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونرص ونبدا نخلص البرطمان بتاعنا. في الاخر هنصب عليه الايه الزيت بتاعنا الميكس. انا همكس دلوقتي مع زيت الزيتون اللي عندي ده، زيت نباتي حالا دلوقتي. بصوا عملت كده شويه بالطول، هرجع اعمل هنا الناحيه الثانيه شويه بالعرض. اولا بيسهل عليا لما اجي اشيل البتنجانيه، وبعدين سبحان الله انا من الشخصيات اللي بيفرق معايا قوي شكل البرطمان، يعني شكله كده هو قدام حتى كبرطمان يعني محطوط في المطبخ يبقى شكله حلو، سواء بقى لفت او خيار او التقطيع حلوه، شكل برطمان مش متوسخ مش مزيت، الازاز بتاعه كده بيلمع، يعني بنحاول على قد ما نقدر. سبحان الله ده لما حد حتى بيجي يشوفه كنتوا ايه تحسوا كده الله انتوا عاملين كذا، يفتح نفس حتى الرؤيه، يعني العين بتاكل فعلا قبل الايه قبل الفم. تعالوا بقى ايه نعمل كده هنا. واتفقنا ان احنا في السلق اهم حاجه لازم يبقى في حاجه بتضغط ال، وشوفوا برضو هو سبحان الله ما بقاش زي بتاعنا احنا، يمكن في مصر بيختلف شويه على اعتبار ان احنا بنعمله زي ما هو، ما بنعملش الخطوه اللي هي فيها تصفيه الميه اللي فيه، فاهمين قصدي؟ بصوا عين جماليه كده، الناس تاكل وتتبسط. يعني احنا في البيت مش هيجي لنا اعز من اهالينا او من اهل بيتنا او من ولادنا او من حماتنا او من حمانا او من امهاتنا وابهاتنا، طبعا نعمل لهم الحاجات الجميله دي. دي ما اتفتحتش كده، خليني اهي. بصوا اهي الله على الجمال، نشيل الحته اللي فوق دي اهي، ونبدا نكمل بالعرض تاني هنا. كميه حلوه لا باس بيها، وبتنجان بطريقه جميله واحنا بنحبه قوي، بنحب وصفات حبايبنا جدا اهو. وطبعا هنبدا بقى نعمل النهارده كمان وصفه غريبه شويه ما تستغربوهاش، بس عايزه اقول لكم في شرق اسيا وفي اليابان وفي كوريا بيستخدموها كتير قوي، وصفه للخيار. شوفوا احنا الخيار عندنا يا بنخلله لكن ما بناكلوش، مثلا عليه تتبيله معينه كده فيها شطه وفيها فلفل حار وفيها شويه ايه حاجات شبه اللي احنا بنعملها دلوقتي. عاده الخيار بيبقى ليه ايه سيستم تاني بالنسبه لنا يعني، لكن الحقيقه هو ينفع للناس اللي بتحب حاجات تفتح النفس مشطشطه او فيها فلفل او فيها هريسه، مع الخيار الفريش بيفتح النفس كمان. تعالوا بقى كده اهو، بصوا انا عملت هنا، ممكن ناخد واحدتين صغيرين نكبس بيهم الوش اللي فوق ده، يبقى كده احنا ايه في الامان. بصوا كده اهو، ون ايه ونعمل ده. البصل الاخضر والخيار هتشوفوه بطريقه يمكن النهارده مختلفه شويه، وبعدين ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، لان برضو انا شخصيا من الناس اللي بتحب البصل الاخضر جدا، بحبه وبحب اطبخ بيه وبحبه لما يكون موجود بجيبه بكميات رهيبه وبقول انا استخدمه. والفكره في البصل زي ما اتفقنا في الفكره ان احنا ايه ناكله ازاي. بصوا كده اهو كبست بقى كده، بصوا اهو تمام. خليني بقى اشيل دول، طبعا انا لسه عندي باقي شويه هنكمل بيهم شويه البتنجان اللي باقيين بالخلطه دي علشان ايه اصدقائنا. تعالوا بقى
ناخد البرطمان هنا وهبدا اجيب كميه الاول زيت الزيتون اهي اهو بصوا انا حطيت التلتين زيت زيتون وادي التلت بسم الله زيت نباتي وعلى حسب لو عايزينه كله زيت زيتون مفيش مشكله هنغطي ونغمره للنهايه لما يغمر الباذنجان كده ونسيبه بصوا بيطلع الفقاعات دي يفضي بس الهواء لسه فيه هنا حته هواء خليني بس اظبطها كده اهو نقطه كمان وهاجي هنا على الوش من الخلطه الحلوه بتاعته دي هحط شويه هنا تقدروا تحطوا بين الطبقات بتاعته بين الطبقات بتاعته زي ما تحبوا يعني لو عايزين تعملوها كده اهو تمام وبعدين هنبدا نشتغل على نقفله بقى طبعا انا عشان بحب اقفله بشكل شويه اقوى فانا عايزه بتاعه اكياس الثلاجه هعمل كده وبعدين اخد الايه الغطا بتاعه ونبدا نمسح الحروف كده ونخليه تمام ناخد منه بالشوكه او معلقه ما فيهاش نقطه ميه معلقه نظيفه لو دقت منها ما ينفعش احطها تاني في البرطمان لا هو برطمان مخلل اعمل كده ولا حتى برطمانات مربى اعمل كده لان هو ده اللي بيخلي الحاجه تعفن وتبوظ نقطه الميه تفسدها لو الحاجه سخنه والمربى سخنه كمان تفسدها احنا اتكلمنا عن ده كويس قوي خلينا بقى ايه ناخد الكيس التلاجة هبدا اعمل كده للكيس اتنيه كده بشكل محكم واحطه هنا على بق الايه البرطمان وابدا اقفله كده كده بصوا نقفل وتمام عشان ايه المحتوى يبقى في الامان وتعالوا بقى بسم الله ناخد كده طبق صغنون نقدم عليه البرطمان بتاعنا ونلمع كده حروفه ونبدا في الخطوه الثانيه ننزل مقاديرنا الخاصه بمخلل البصل الاخضر تعالوا بقى نشوف البصل الاخضر ده هنعمله ازاي وصفته جميله جدا وان شاء الله تعجب حضراتكم لمحبي البصل الاخضر بطريقه شويه مش هتشاطه شويه يلا بينا نزلوا المقادير تعالوا بسم الله عندنا للبصل الاخضر مخلل البصل الاخضر مخلل البصل الاخضر عندنا هريسه وتوم مفروم وجزر مبشور وعصير ليمون قرن فلفل حامي حسب الرغبه برضو ملح وميه ووصفته بسيطه جدا تعالوا بقى انا هحطه كده في بوله وبعدين هطلعه اضيف عليه اضافات بلمع بس جنبي كده انتوا بقى ايه تعاملوا مع دي ملوها لي زيت وتعالوا هنا بسم الله ناخد كده بوله بصوا بقى هاخد كده شوية شطة برضو جنبي هنا للزيادة. أنا عندي الفلفل اللي احنا بصوا صفيناه، تعالوا بقى الفلفل بسم الله. اتصفى اللي احنا ضربناه اللي هو الفلفل الرومي اللي قلنا البارد لما صفى المية بتاعته كلها. وأنا هاخد كل اللي ضفته عليه توم وملح. هاخده في برطمان من البرطمانات بتاعتنا. أهي. أحد البرطمانات عشان بس تبقوا عارفين وممكن أستخدم منه دلوقتي مع البصل كمان، أقدر أستخدمه على طول، وأقدر لو عايزة أخزن منه مثلاً هاخد كده. بصوا اهو في البرطمان معقم ونضيف بسم الله اهو ودي برضو من الحاجات الجميله اللي ايه بتسهل علينا اهو كده مثلا وهنعمل ايه ممكن اعمله ميكس نوعين من الفلفل فلفل رومي وفلفل حامي وبعدين اجي كده بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم اغمره بالزيت واحطه عندي يقعد معايا الوقت اللي يريح حضراتكم زي ما انتوا عاوزين طول ما الزيت لما ينقص وخدنا منه نرجع تاني الزيت لازم يبقى غمره زي ما بنعمل في الصلصه بالظبط بصوا اهو يبقى عملنا برده من الفلفل كل دي فقاعات طالعه من الجنب مش حضراتكم شايفينها اهي كل ده هوا لازم يطلع بعد ما بيطلع خالص اقفل البرطمان تمام عشان لو دخله هوا برضو بيبوظ يعفن حلو الكلام فهعمل كده اهو وبعدين نقفله وادي كده استخدمناه هستخدم منه هنا كمان
تعالوا بقى نقفل ده ونحطه هنا اهو. ادي هريسة الفلفل الحلو اللي هو الفلفل الرومي الايه مش حار. خلاص المية دي انا هستفيد بيها في المخلل ده، مش هحط مية، هاخد مية الفلفل اللي احنا ايه عملناه دلوقتي. تعالوا بقى نجيب بولة بسم الله ونحط فيها الحاجات بتاعتنا. بسم الله. ادي هاتي المعلقة دي التوم. اول حاجة بجيب طبعا البصل الاخضر. خليني الاول اقول لكم نعمل فيه ايه. بقطع الحتة اللي فوق واشيل الايه الحاجات الزيادة اللي بتبقى كده، واخلي بخلي الاخضر ده كمان ما برميهوش لان ده بيتاكل، وطول ما هو فريش وطازة بيتاكل. فانا هروح عقدة الايه البتاع كده مثلا عشان اديها شكل، بس كل واحد ياخد الرابطة بتاعته ياكلها، بس عليها الايه عليها عليها التوابل بتاعتها الحلوة دي. تمام. ولو لقيتها كبيرة الراس كبيرة بروح جايه بالسكينه شق الراس كده 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 زي ما حضراتكم شايفين كده اتنين كده، وما بفتحهمش من بعض لو هي كبيره وجات لي كبيره، ده برضو حل تاني. تعالوا بس البس في ايدي ايه جلافز. طبعا البصل الاخضر ده مش قادره اقول لكم فيتامينز بالهبل، فيتامين كي وفيتامين سي وفي حديد ومغنيسي في بوتاسيوم في فوليك اسيد، يعني ده من الحاجات اللي بتعزز جهاز المناعة، حاجة ببلاش كده. طيب تعالوا بقى ناخد كده، احنا خدنا هنا ناخد الفلفل الايه الاخضر، وعندي الكزبرة، دي افكار لطيفة تتعمل. تعالوا التوابل بتاعتنا، ممكن ننزل الطريقة تاني بتاعت مخلل البصل الاخضر اللي شغالة فيه يا حبايب قلبي نص الشاشة بس عشان اصدقائنا يبقوا شايفيني. وادي خل، وهنجيب طبعا الملح دلوقتي، وادي عصير ليمون، وادي الملح، وهحط شويه مش من ميه من الفلفل اللي انا عملته الاحمر، بما انه باقي عندي ميته مش هسيبها وارميها لان فيها كل الخلاصه. هقلب، وبعدين اخر حاجه حلوه الايه الفلفل الحار. الله الله الله، بسم الله. تخيلوا بيعملوا مقبلات جميله كده وحاجات تجنن كده، تخيلوا تخيلوا هم يعني ما شاء الله، وعارفين قيمه كل حاجه في الخضار والفاكهه، مفيش حاجه ما بيستخدموهاش الا في المكان بتاعها، ويعرفوا ازاي يوظفوها الحقيقه في المطاعم هناك. بصوا بقى تعالوا بقى بسم الله، هنا هاخد كده البصل بحطه هنا، واجيب بقى طبق التقديم. حطيني ده للبصل يا ولد؟ ده للطماطم، يبقى نجيب واحد تاني للبصل. طيب خلينا نجيب ده اهو بسم الله. ادي ده للبصل، بصوا كده. خليني بس ايه اربط بقى ايه واحدتين كده اهو، جبت التاني واخد واحده طويله بس يا دوب، يعني يا دوب ان انا بهيئها، ممكن اسيبها زي ما هي هما بيعملوا طويل كده، بس انا اللي حبيت ايه اكشكشها شويه اهي اهي. وبعدين تاني البصل الاخضر الصغنن ده حلو، تعالوا ناخد منه كده كم واحده كده كده اهو، وهنصب من الخلطه دي كمان فوقها، يعني هنصب منها فوقها، كل واحد بقى ياخد، لو اتنين رفيعين ممكن يبقوا مع بعض على اعتبار ان اللي ايه هياكل بالشكل ده، ياخدهم على طول على بق واحد مع جنب الاكل. خلطه تجنن، ويعني ما بعدنا يا حبيبتي يا شيكو، تعالي روح اعمل، شيكو بتقولي اروح اعملها في البيت على طول. انا بقول لكم انا بحب البصل الاخضر جدا الحقيقه، يعني وبحب اقدمه مع لضيوفي، لان في ناس بتحبه قوي كمان مع الفول مع الطعميه مع بصاره مع، يعني بصوا مش بقى تقولوا ياع وإع والحاجات دي. عايزه اقول لكم كمان الناس اللي بتتضايق من طعمه، عايزه اقول لكم هو بيعمل ريحه في الاول للناس اللي عندها بكتيريا اوريدي في بقها، يعني انتوا في الاخر في هو بيقتل البكتيريا، هو بيقتلها. ممكن حطيت كزبره خضراء. البق بقى عندكم بقى البن، البقدونس تاخدوا كده شويه بقدونس وتقطموها وتاكلوها،
او معلقه البن في بقكم. وبعدين هو بيعمل كده مبدئيا في الاول وبعد كده الريحه بتروح. انا اعرف ناس تاكل بصل ده يوميا. انا بابايا الله يرحمه يعني كان بيحبه بس في اوقات معينه، ولما بياكله عمرنا ما شمينا ليه. وهو كان دايما يقول لنا اللي بيواظب دايما انه يراعي الحته دي عمره ما بيحافظ على انه ما يبقاش فيه بكتيريا. البكتيريا دي بتنزل في الزور وبتنزل حتى لساننا. انتوا عارفين احنا لازم ندي للولاد ثقافه انه يغسل لسانه مش بس اسنانه. وشفتوا انتوا الاعلانات اللي كانت بتنزل قبل كده، فرش اسنان ظهرها بيتعمل بيه كده عشان ما يبقاش اللسان يتجرح. دي تخطوخه شويه بس هعملها برضو اهي. يعني انا عملت خلاص سناني، ولازم قبل ما اخرج لساني ده بيتراكم عليه ابص فيه، لو لقيته ابيض استحاله لازم الاقيه مش ابيض، يبقى لون البينك بتاع لساني. فلازم اعمله اغسله بظهر الفرش المخصصه ده بتتباع في الصيدليه، ولازم الفرشه تتطهر وليها برضو فتره افتراضيه. يعني انا لو لا قدر الله جالي زوري وجعني وعملت بالفرشه دي لازم اغيرها، ما ينفعش ارجع اعمل بنفس الفرشه السنان اللي عملتها وانا عيانه. نو واي. فخلوا بالكم الحاجات دي مهمه جدا جدا. فتيجي بقى تتقرفوا واحنا بناكل بصل اخضر، شوف الاول الناس اللي ما بتنضفش اسنانها اساسا. بصوا بقى الله 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 الله، تعالوا بقى اهو اهو اهو، خلطه خزعبليه اهو حتى على الايه العروش بتاعت الدم يا كيكي. بعد الشر عليك يا كيكي والله. معانا ابو كمال هنا، البرد عامل عمايله معانا. انت بص تخلص التصوير وعليك بالطبق بتاع البصل الاخضر هتبقى زي الفل. طيب تعالوا بقى بصوا الطبق جميل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس ايه اخد كده ونروح نودي هناك. ده حاجه من الاثنين علشان حضراتكم تبقوا عارفين. اولا يا اما هنقدمه كده على طول فيطلع بالتتبيله، يا اما هحطه في برطمان من البرطمانات بتاعه التخليل وهضيف عليه المحلول بتاعه اللي باقي معانا اللي هو ده اللي احنا عملناه دلوقتي ونحتفظ بيه، يبقى هو مخلل. بس ده مخلل سريع، ده يتاكل على طول في اي وقت لان ده في الاخر بصل اخضر انا باكله فريش. لكن هو اسبوع، اكتر من اسبوع اعمله جديد عشان ده بصل اخضر واحنا لا سلقناه ولا عملنا فيه اي حاجه من الحاجات اللي تخلينا كده. فانتوا حضراتكم تستخدموه ويقدر يتحط في الثلاجه، بس هتغمروه بالزيت برضو وبعدين تحتفظوا بيه وتطلعوا منه زي ما انتوا عاوزين، وان شاء الله يعجب حضراتكم. اسمحوا لي بقى نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل هنعمل اجار الجزر بطريقه حلوه قوي، نكون نظفنا الدنيا ونبدا نعمل برضو مخلل الجزر لمحبي الجزر بس بطريقه مختلفه. مستنياكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنقول مقادير جميله جدا لمخلل الجزر بس بطريقه مختلفه شويه، بيسموه اجار الجزر. تعالوا كده نشوف هنعمله ازاي. بسم الله. توابله جميله والجزر بيليق معاه حاجات كتير جدا، ونقدر نحط معاه ليمون كمان. طيب انا عندي هنا المخلل الجزر الحار الاتشار، عندي كيلو من الجزر شرايح متقطع زي ما حضراتكم شايفينه، كوبايه جزر مبشور مع ليمونه وجنزبيل مفروم، وعندي كمان راسين توم او راس توم زي ما تحبوا، التوم كتير او قليل زي ما تحبوا، ثلاث فلفلات حمر حار وده اختياري ممكن يبقوا مكانهم بارد، خمس قرون فلفل حار، وعندي معلقتين كبار من المستارده حبوب الخردل سواء الاسود او الفاتح الاصفر ماشي، عندي كمان معلقه كبيره من حبوب الكزبره، معلقه كبيره كمون حب، وعندي معلقه كبيره شمر حب، ومعلقه كبيره حلبه حب، الحلبة الحصى بتاعتنا، معلقة كبيرة حبة البركة، ومعلقة كبيرة ملح خشن، معلقة كبيرة كزبرة جافة، ومعلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة كاري، ومعلقة كبيرة كمون حصى، وكمان عندي معلقة فلفل اسود، معلقتين خل ومعلقتين خل التمر او خل، وزيت زيتون. اللي عايز يطعم، في ناس بتحط مرق دجاج باودر وفي ناس ما بتحبش تضيفها،
انا حطاهم احتياطي، ولكن في النهايه انا مش عايزه ايه اضيفهم معايا في المقادير، لان اللي انا حاطاه ده كافي جدا. طاسه كده على النار هشوح فيها اول حاجه بسم الله كل البذور دي اهي. تعال بسم الله، ادي البذور بتاعتي، ادي البذور هنشوحها على نار كده. بص هي سخنه فانا مش عايزه احطها تتحرق، يا دوب تطلع زيوتها بس. سخنت الايه البوله اللي اسفل طاسه وحطيت البذور اهي، خليني احطها لكم هنا اهي اهي. يلا بصوا، لا بص دي سخنه، بصوا النار طالعه ازاي، ما ينفعش تتحرق عشان ما تمررش. انا حاطه فيها كل بذور الكزبره والشمر والايه والحاجات بتاعتنا الجميله كلها اهي زي ما حضراتكم شايفين. خلاص هشيلهم بقى في جنب كده في طبق تاني، هرجعهم تاني في طبق، وهبدا اخد في نفس الطاسه نحط بقى ايه الثوم والفلفل الحار المفروم، بس انا هاخد شويه زيت كده. بصوا معلقتين زيت، هنزل معاهم الثوم والفلفل، خلينا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الثوم وادي الفلفل بصوا، ونحط كده قرنين فلفل لو حابين اخضر او احمر، بس خليني الاول اقطع بس الايه الجزء ده كده كده. لا اهم اهم اهم، هنحط بقى التوابل، عندي التوابل وادي الجنزبيل، الجنزبيل بصوا الريحه تجنن، تشويحه كده حلوه. اشوح برضو التوابل تدي نكهه، واحط الجزر، وعندي شويه ليمون. بصوا بقى الجمال، شويه حاجات مختلفه عن احنا متعودين عليهم، بس ان شاء الله يا رب تعجب حضراتكم. وعندي الجزر المبشور، انا زودت بس شويه ليمون، ده اختياري وليس اجباري على حضراتكم. و المستردة بسم الله كده، وهبدا اقلب. خلينا بقى كده، بصوا بصوا حبايبي، حاضر بصوا ادي كده الخليط ده، بنسيبه شويه لما الجزر ده ايه شويه ايه يعني يكسر الحد اللي هو ايه فيه انه ناشف قوي كده اهو، شايفين اهو شايفين. وانا كده كده البذور عندي اهي، البذور موجوده، ادي البذور تمام، وادي الخل، انا حاطه هنا خل التمر، وادي سيب بقى العصير الليمون ده في الاخر، مش هحطه على النار عشان ايه دايما لما بنحط عصير الليمون على النار يكسر ايه ويغلي، يكسر فيتامين سي. تعالوا بقى ناخد بقى القمر ده ونروح بيه على البرطمان بتاعنا، شايفين الجمال، هو كده زي الفل. تعالوا بقى بسم الله، هنا حط رشة الملح اللي انا عايزاها اهي، ورشة فلفل لو عاوزين، بس انا مش محتاجة احط فلفل لان حاطة فلفل اخضر، حاطة فلفل حار يعني. خلاص نشيل بقى دول كده، ادي عصير الليمون، وتعالوا ايه ناخد تقليبة ونبدأ نحط في البرطمان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد كده بالملقاط بقى عشان ادخل جوه البرطمان. بسم الله، ادي كده هنا كده، طبعا الحاجات الرائعة برضو، وصفات ان شاء الله تعجب حضراتكم. هنحط برضو معاها زيت، ومش شرط يعني يبقى زيت زيتون، ممكن نعمل ميكس بين النوعين بتوع الزيت عادي جدا اهو. انا حاطة هنا مع الفلفل وحاطة معاه ليمون، ممكن انتوا تعملوا اي حاجة تانية مع الجزر بتحبوها على فكرة، بس اهم حاجة تكون ماشية معاها نفس توليفة التوابل اللي احنا حطيناها دلوقتي، يعني مشي مع الفلفل ومشي مع الليمون، انتوا بقى زي ما تحبوا حطوا، لانه برضو من الحاجات اللطيفة جدا. بصوا احنا كده خلاص هنبدأ بقى نجيب الزيت ونقيه نغمره بالزيت علشان يبقى من الحاجات الايه اللطيفة. ده بيقعد شوية اسبوع مثلا ويتاكل، يبدأ يتاكل عادي جدا، ما بياخدش وقت خالص. وادي اهو الليمون، خليني بس ايه في الاول هنا وعلى الوش كده عود قرن الفلفل. حلقه النهارده كانت مخللات، اتمنى
انها تكون يعني ايه من الحاجات اللي تنول اعجاب حضراتكم وتجربوها وتبقى جديده ومختلفه. عندنا النهارده عملنا مكدوس الباذنجان، طريقه تجنن ويا رب تنول اعجاب حضراتكم. هاخد كده الزيت، وزي ما اتفقنا زيت زيتون او زيت نباتي الاثنين، نعمل ميكس اهو. وطبعا عندي شويه برضو ميه هضيفها عشان تبقوا عارفين، مع الخل، عندي شويه ميه مع الخل، مع الخل اللي احنا حطيناه عشان بس تبقوا عارفين، مش كتير بس كده. تعالوا بقى نغلفه زي ما غلفنا الباقيين، ونمسح حرف البرطمان زي ما بنعمل كل مره، وناخد ايه، نمسح كده حواليه. لا ما بيتغطاش كله بالزيت، وممكن نغطيه كله زي ما انتوا عاوزين، بس انا هقلبه. بصوا بقى اهو، وهقفله. وتعالوا بقى نستعرض مع بعض احنا عملنا ايه. عملنا مكدوس الباذنجان، وحافظنا على الحاجات الجميله اللي بتنجح الوصفه معانا دايما. وادي الجزر اهو كده قدام حضراتكم. ممكن بقى نقلبه كل يوم كده على الناحيتين، عايزين تملوه كله زيت براحتكم، عايزين تسيبوه كده مفيش مشكله، تحط في التلاجه ويتاكل على طول. عملنا مخلل البصل الاخضر بطريقه جميله، عملنا له تتبيله حلوه قوي تنفع تتحط لحاجات كتير. وعملنا الفلفل او الهريسه بتاعت دبس الفلفله البارده بتاعت الفلفل الايه الرومي الاحمر لوحدها. واتمنى واتجار الجزر، واتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم. جربوه وتبعتوا لنا التطبيقات الهايله بتاعت حضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و سلام عليكم.